مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية إلى حارة نسبيا في أغلب المناطق، وبلغت العظمى في عمان 32 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء معتدلة وبتوصل درجة الحرارة ل 21 درجة. غدا الأجواء صيفية إلى حارة وبتوصل درجة الحرارة بنهار 30 وبالليل 22 درجة. يومي الأحد والاثنين طقس صافي إلى حار نسبي نهارا ولطيف ليلا، وبتوصل درجة الحرارة بنهار 29 وبتنخفض بالليل ل 21 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد. اربد الليلة 21 وغدا 32، عجلون أجواء غالبا صافية 20 وغدا 31، المفرق 20 وغدا 33، جرش الليلة 19 وغدا 33، السلط الليلة 21 وغدا 30، الزرقاء 22 وغدا 33، مطار ملكة علياء 20 وغدا أجواء مشمسة 32، البحر الميت الليلة 27 وغدا أجواء حارة جدا 40 درجة، مادبا الليلة 19 وغدا 31، الكرك 18 وغدا أجواء مشمسة 29، الطفيلة وجبال الشراه الليلة 19 وغدا 28، البتراء الليلة 19 وغدا أجواء مغبرة 30، معان 21 وغدا 37، وادي رم 21 وغدا 34، العقبة الليلة 27 وغدا أجواء مشمسة 41 درجة مئوية. بننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية. بيروت بنهار 30 وبالليل 26، دمشق أجواء حارة جدا 38 وبالليل 23، القدس 29 وبالليل 22، القاهرة 39 أجواء حارة جدا وبالليل 24 درجة، بغداد 46 وبالليل 30، الكويت 47 أجواء مغبرة وبالليل 36، المنامة 39 وبالليل 35، الدوحة 45 أجواء مغبرة وبالليل 35 درجة، أبو ظبي 38 وبالليل 35، مسقط أجواء مشمسة 38 وبالليل 31، الرياض 44 وبالليل 31، صنعاء 28، احتمال تساقط أمطار وبالليل 18 درجة مئوية.